على بعد 42 كيلومترا من الفجيرة وحوالي 27 كيلومترا من مدينة دبا يوجد وادي وشلال لورعة، أحد المعالم السياحية في المنطقة الشرقية التي يفد إليها الزوار من كافة مناطق الدولة للاستمتاع بهمس شلالاتها، وهي تناجي الطبيعة البكر الجميلة في تلك المنطقة. محمد الخطيب. وادي وشلال لورعة، هنا حيث خرير المياه المتساقط من الشلالات يدغدغ الحواس ويحرك كوامن الشجن، يحلو للزوار الإقامة للاستمتاع بأطول فترة ممكنة بين أحضان الوادي وموسيقاه التي يطرب لها الجميع. فبين هذه الجبال الشامخة والخضرة الوارفة يجد المرء نفسه في عالم آخر مليء بالهدوء والراحة النفسية التي تجد متنفسا لها من دون مقابل مادي. فعندما تستمتع بالطبيعة هنا لا يطلب منك إلا شيء واحد، هو المحافظة على الطبيعة من أيدي العابثين. ما توقعنا أنه في هيك مكان يكون بالإمارات بهالجمال، فأول مرة جينا سمعنا من جماعة وجينا على أساسه، وأكثر ما توقعنا وأكثر ما حكونا كان جميل المنظر. يعني جينا نستكشف ولقينا مي وهيك وناس كتير، يعني كتير حلو كان. يقع وادي لورعة في المنطقة الشرقية من الدولة، ويبعد حوالي 9 كيلومترات من البحر على طريق دبا خورفكان، ويتميز ببرودة مياهه وعذوبتها، مما يجعل الزائر للمنطقة يستمتع صيفا وشتاء بجمال المنظر الذي قلما تجد مثله في دول العالم. مناظر حلوة صراحة، طبيعية ما تصورها كذا. أنا قبل شهر تقريبا ما رأيت هالمناظر، ماي وعشب وأخضر وكل شيء. وصفونا على الورعة أن فيها أماكن وفيها سدود وفيها يعني، فجينا نأخذ ونزهة ونتعرف ونشوف يعني الأماكن هذه، وأعجبتنا صراحة اليوم إحنا من الصباح. وبجانب وادي وشلال لورعة يقع السد الذي انتهت أعمال إنشائه عام 97، ويبلغ ارتفاعه حوالي 32 مترا وطوله 367 متر، وسعته التخزينية 5.2 مليون متر مكعب من المياه. وقد سمم السد لحجز أكبر كمية من المياه، بما يضمن عدم وصولها إلى البحر أو قطع الطريق الرئيسي بين المدن كما كان يحدث سابقا. مياه وافرة رزقنا الله بها، فلنعمل جميعا كيد واحدة للمحافظة على هذه النعمة الربانية. ختام النشرة. وفي نشرتنا الليلة، الإمارات أول دولة في العالم تنجح في إكثار طائر الحبار الآسيوي ومضاعفة موسم إكثاره إلى موسمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساءكم سعيد أيها المشاهدون الأكارم. أحمد الحمادي يحييكم عبر أخبار الإمارات من تلفزيون دبي، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بقصر الثقافة، حفل افتتاح فعاليات مؤتمر ملتقى المهرجانات.